واد الثلج هذا اسم قديم، حضارة غيبت قليلا من التاريخ الحديث، ألا وهي حضارة وادي السلقة. يعني الاسم محير بين دار السلقاوي أو السلقة هذه القديمة. بيروح لمنطقة في دير البلح شرقي، معسكر دير البلح اسمها البصة، هناك بيوقف فيها نهايته يعني هناك. إن أردت تقول يأتيك شوقا طعمها المعسول، من حيث لا تدري ستنعم هائما، وكأن عشاق البلاد تجول يسأل عنها ومن هي يا ترى، هذه فلسطين الحبيبة تقول. واد السلقة هذا اسم قديم يعني، لكن يقال إن كان في سلقة يعني أنثى الكلب السلوقي مصابة بمرض السعار وبتسبب خطر على الناس اللي بيمشوا معاه، سموا واد السلقة تجنبا ليها. لكن في قبيلة من دير البلح ديارنا في الجهة الغربية قريب من البحر الأبيض المتوسط اسمي دار السلقاوي، يعني الاسم محير بين دار السلقاوي أو السلقة هذه القديمة. بداية بيبدأ من عند مشارف اللي بقول عنها الحين خربة أبو ستة لجنوب شوية، بيبدأ يعني مشارف عبسان وبيجي يعني يمكن مقاد في 10 كيلو، ومن هنا للبركة يمكن في 12 كيلو، يعني طوله كله يعني أقل من 30 كيلو متر الطول، بس بيمشي بشكل متعرج من هذا من شرق من غرب خط جكر بينقلب جهة الجنوب، يعني جايز تقول بزاوية قائمة رايحة جنوب، وبعد شوية بعد 6 كيلو بينحرف جنوب شرق. هذا الطريق يعني طوله مش يعني طويل كثير. المشهور كان وادي غزة في الجنوب، فيه بيجي حركة 4 عيال أو أكثر شوية، أبو جربان وابن سعيد وابو غرابة والقديم وبريعم وابو بليمي وابو حمام، هذول عائلات المنطقة هذه، لأن عارف إن هي الناس زراعيين فالزراعة وتربية الماشي أبقار وأغنام، فالأغنام يعني تشمل النعاج والماعز، والأبقار إن هي الأبقار هي ما كان عندناش جواميس هنا، والحمير والخيل والإبل. أنا واحد ناس كنت راعي إبل في الزمان القديم. نقف الآن على إحدى أركان الحضارة الفلسطينية القديمة، الحضارة المتاخمة لحضارة وادي غزة، حضارة وادي السلقة
التي كان لها يوما ما اسما في التاريخ الفلسطيني الوسيط والقديم والمعاصر. إنها حضارة وادي السلقة العريقة. يرجع سبب تسمية وادي السلقة بهذا الاسم إلى عدة روايات. الرواية الأولى كما ذكرت في المراجع القديمة بأنها نسبة إلى الأرض الهابطة التي كانت تنتج مجموعة من الخضار والفواكه لفلسطين، وكلمة سلقة تعني الأرض الهابطة، الأرض المنتجة. وفي رواية أخرى ذكرت بعض المراجع أنها ترجع إلى حيوان يدعى أحيانا أنثى الذئب أو يدعى أنثى الكلب، وكلاهما سيان في منطقة في اليمن، وهذا دليل على قرب الحضارة الفلسطينية من الحضارة اليمنية. منطقة في اليمن تدعى سلقة أو مدينة سلقة، بها نوع خاص من كلاب الصيد. نتيجة التجارة المعمقة ما بين اليمن وفلسطين كما ذكر في القرآن في رحلتي الشتاء والصيف، جيء بهذا الكلب إلى أرض فلسطين وكان حراس أو حارسا للتجار من القبائل العربية في هذه المنطقة، فسميت نسبة إلى هذه المدينة، وذلك الكلب الذي كان ديدا من أو أساس من القبائل البدوية التي يعتبره جزء من الرعي الذي كان يمارس آنذاك في تلك الفترة التاريخية. حقيقة يرجع تاريخ وادي السلقة إلى فترة طويلة من الزمن، فترة الحضارة الإسلامية، لدرجة أن هناك بعض العائلات تسمت بهذا الوادي. وعندنا في غزة بالتحديد في منطقة دير البلح في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، عائلة تسمى عائلة السلقاوي نسبة لهذا الواد. ظلت هذه المنطقة ذات بعدا حضاريا واكتسبت أهميتها منذ تاريخ الفتح الإسلامي. في هذه المنطقة أيضا داس أقدامها ثلة من الصحابة الأوائل حينما ذهبوا فاتحين إلى باقي أرض فلسطين الطاهرة. هذه المنطقة في الحقيقة وعلى ضفاف الوادي الشرقية والغربية بالوادي سكنت مجموعة من القبائل والعشائر البدوية التي استطاب لها هذا المكان كونه كان مكانا تجاريا خاصا في الدولة الإسلامية. من هذه العشائر عشيرة سرات، وأذكر هنا نحن الآن في أرض يعود إلى عشيرة أو عائلة أبو جريبان، وفي المنطقة المتاخمة لعائلة أبو جريبان أيضا تسكن عائلة القديم وأبو بليمة، بالإضافة في منطقة جنوبية لعائلة أبو جريبان تسكن عائلة أخرى ترجع نسبها إلى عشيرة الطرابين، ألا وهي عائلة أبو مغاصيب الذي ظهر منها أحد المشايخ المشهورين في مجال القضاء العشائري، ألا وهو الحاج المرحوم مرزيق بن قعدان أبو مغاصيب، الذي أخذ مكانة في القضاء العشائري في زمن غياب السلطة إبان الاحتلال الصهيوني لأرض غزة. وعندما جاء السلطة البريطانية الفلسطينية بزعامة الرئيس ياسر عرفات رحمه الله أعطى هذه المنطقة مكانة عالية، وأعطى على عائلاتها بعدا عربيا قوميا، وبرز من هذه العائلات الحاج مرزيق الذي كان له دور في حل المشاكل ما بين القبائل العربية وغيرهم من اللاجئين الفلسطينيين. فلسطين وحارتها التي نتحدث عن أصالتها وعراقتها، حارة وادي السلقة التي تعتبر معبرا وطريقا للمماليك والأتراك. يوجد في هذه الحارة قبر الصحابي أبي عبيدة بن الجراح. تقع هذه الحارة في المحافظة الوسطى شرق دير البلح، تبلغ مساحتها 4500 دنم داخل نفوذ البلدية، و2000 دنم في المنطقة الإقليمية والمحاذية للحدود. يبلغ عدد سكان وادي السلقة حوالي 6000 فرد،
كما يبلغ عدد المباني حوالي 800 مبنى. تشكل الزراعة حوالي 85% من أراضي منطقة وادي السلقة، وهي زراعة متنوعة بين النخيل والزيتون والخضروات والحبوب، ويعتبر وادي السلقة سلة قطاع غزة من الخضروات. وادي السلقة بدايته بيبدأ من عدة مناطق. في منطقة دار أبو مهنة من الشيخ حمودة، اسمها الشيخ حمودة، عجنبنا من القرارة، ومن مناطقنا كمان مرة في أفرع تيجي من شرق الحدود أرض المحتلة، بتدخل لوادي السلقة. بيقسم منطقتين، منطقة النصرات ومنطقة الوادي السلقة. عرضه كان يمكن لا يقل عن 30 متر في بعض مناطق، يعني وانت عارف الوادي حسب انجراف المي بيزيد وبيقصر وبيكبر وبيصغر. فبيكب في منطقة اللي هي البركة في دير البلح بين خان يونس وبين الدير، منها في شوية من البحر لما يكون عالي الوادي بتخش البحر، الباقي بياخذ منطقة من الشمال بيروح لمنطقة في دير البلح شرقي معسكر دير البلح اسمها البصة، هناك بيوقف فيها نهايته يعني هناك. حينما أراد أن يحرر أرض بيت المقدس وعند التوجه لالتقاء في أرض حطين في عام 1187 ميلادية، كان الشرف لهذه المنطقة أن داست أقدامها ثلة من المقاومين والفاتحين الذين حرروا أرض فلسطين، إنه جيش صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. وفي نهاية القرن 19 ميلادية، عندما زار السلطان عبد الحميد الثاني آخر أعظم ملوك الدولة العثمانية، أيضا كان له شرفا بأن جاء من هذه المنطقة، فأطلق على الشارع المتاخم لوادي السلقة بشارع السلطان الذي يمتد من هنا حتى منطقة شمال فلسطين. لابد لنا الإشارة إلى أهمية تاريخية أخرى، بأن وادي السلقة إبان فترة دولة المماليك والعثمانيين في هذه المنطقة وفي التلة المرتفعة المتاخمة لوادي غزة، كانت هناك حامية من قوات المماليك البحرية ثم البرجية، وأيضا كان هناك بعد ذلك حامية عثمانية. لماذا؟ لأن هذه المنطقة كانت منطقة محطة بريد أساسية لضبط ما بين مصر ومنطقة بلاد الشام، حتى قيل أن المنطقة الغربية من وادي السلقة تسمى منطقة المحطة، قيل خطأ أنها محطة سكة حديد، ولكن بالحقيقة أنها محطة إرسال البريد، بريد دولة المماليك والدولة العثمانية. لابد هنا أيضا الإشارة إلى ذلك التاريخ حينما جاء مجموعة من الرحالة العرب والمسلمين، منهم ياقوت الحموي، وجاء الاستخري وغيرهم من الرحالة الأوروبيين على رأسهم المؤرخ الألماني شوماخر، ذكر هذه المنطقة وركز على السلة الغذائية الغنية لهذه المنطقة، وتم التصوير لشجرة الجميز وشجرة التين حتى أصبحت شجرة الجميز الفلسطينية التي تشتهر بها وادي السلقة مطمعا للغزوات الأوروبية، كون أنها قيل أنها تنتج لبنا وعسلا. هذا كان لقب يطلق على منطقة وادي السلقة.
المنطقة هذه كانت تشتهر بالزراعة الشتوية، الشعير والقمح والعدس والبازلة، والزراعة الصيفية الذرة الصغيرة، محبة صغيرة، والبطيخ والشمام، يعني القثائيات اللي بيقول عنها القثائيات تشتهر بيها. فيه بعدين لما جاء الوقت المتأخر يعني بعد ثلاثينيات القرن الماضي صار يزرعوا فيه حمضيات. الحمضيات مربوطة بوجود المياه الجوفية، يطلعوا بيارات ويزرعوا، وكانت والنخيل فيه، شجر النخيل والجميز موجود فيه كثير، والعنب والتين والرمان، هذول كن فواكهها. كنت في إحدى زيارات جامعات الأوروبية رأيت لائحة تضم قائمة تسمى طيور أودية غزة، وبالتحديد وادي غزة ووادي سلقة. كان هناك حيوانات بدأت بالاندثار بفعل تخريب الاحتلال الصهيوني لهذه المنطقة وتجريف معظم أراضيها. أيضا لابد الإشارة هنا أن معظم أنواع الثعابين الفلسطينية الخاصة مصدرها في هذه المنطقة. والأهم من ذلك، الطير الوحيد في العالم الذي وجد فقط في فلسطين هو الدويري الغزاوي. الدويري هو طائر صغير يسمى الدويري. هذا الدويري له تاج، لم يشهد التاريخ إلا وجوده بوادي غزة ووادي الصلقة. الاحتلال وتجريفه وقصفه المكان جعل معظم من الطيور والحيوانات جزء منها أو كثير منها يعاني من الاندثار التاريخي. وهنا وجه نداء إلى السلطة الوطنية الفلسطينية أن تعيد تحويل هذا المكان إلى محمية طبيعية تكون محجا للباحثين والزائرين على مستوى الوطن العربي والعالم.